قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. جزاكم الله خير. لكن احنا نتمنى من اخواننا الدعاه اللي معانا ما يقطعوا علينا من يعني اسئله. الله قال الرسول قال ما كان ينتج منا كويس، ما كان يجي من الخط يعني الناس عشان ما تصير لنا الفتنه. طبعا في الصوفيه دي السودان كلها ما لها صوفيه يعني عشان ما تخلط بين الامر اللي جاي بالاي الناس. الله قال الرسول قال والله يجوز بس بعدين من الصباح للمساء ما بقى منه اسئله. عندنا الشيخ ده بيقول لنا احد واطبعاه والحمد لله حلقة ماشية ولا حاجة، لكن إن شاء الله يعني ده إذا كان مليون بلاء وده مليون بلاء مشكلة الناس خشينا إحنا في مشاهد ما نحن. جزاك الله خير، بارك الله فيك، اللي هو توجيه كلامه كويس جدا، بارك الله فيك. تفضل يا عمنا. أشكرك على كلامك ده والحمد لله يعني إحنا جامعين ده هسه يعني من حوالي 60 سنة 70 سنة بنصلوا الأوقات الخمسة الحمد لله، ونقوم ونخرج البيوت الحمد لله. تعال نجي هنا ما سمينا نقشه ولا سمينا نقرا، لكن هسه في خلال الاربع يوم ولا خمس يوم ده أنا هنا هسه انت قلت الميت بيشيلوا له الفاتحه وبياخذوا له، وهذا الكلام ده نحن ما الا في بصميمه دي كلها بصميمه الميت ده بنغسلوه بنصلوا عليه بنستروه بنقبله بنقبله الحمد لله. نعم ما في يعني كلام برا منا ما في. لكن هسه ناسك ديل اول حاجه انا مؤذن ومنسمع الناس دي قاعدين برا كتير ربنا يجزيك كتير بهنا كتير ناس قالوا ما في التسميه الاذان يعني في ما في التسميه الاذان للصلاه ولا ما في فاتح ما في الميت ده قفتوا له فاتح ما في قال لي مولانا انت تكبيره واحده ثاني ما زيد انا نسمع. قال لي يا زول يا شيخ كلامك ده شنو الونسه فوق الصلاه دي؟ قلت له كيف يا زول؟ قلت له دي التسميع. قال لي الشيخ هناك التكبيره دي واحده ولا اثنين؟ يعني انا اشوف اللخبطه دي يعني انا الميكروفون ده سووا له شنو؟ الميدا اللي دي سووا له شنو؟ عشان تسمع الناس ولا عشان انا نكتم بالكلام ده نصلوا كتان ما في زول يسمع ولا فوق لا انا وصل لك كتان ما في جامع ده ما في والجامع ده بنيته انا ما بناته لي اخوان المسلمين ولا بناته لي حكم اشهر نفر كل يوم اني هنا بنجيبه الله يجزيك خير عظيم اجر وبنينا الله يعظم ما دايرين ناس هم الاسكم ده ذاته قالوا جيب لي امام قلت لهم ما داير امام ما داير امام امام المدارس التسمية ده اني هنا ما داير امام والله اني هنا ما مرقنا من الشارع قاعدين ونطلب ربنا ده يدينا النعمه ويدينا الزيان ما دارينا من الله ما دار ما كلنا يعني اسال كلام تقوله ده بقولهم انا ما يجينا للشيخ تعال ادينا والشيخ تعال الله يجزيك خير عظيم اجرك ما هم اللي سويتوا كلامك الاداء جاري للشيخ ده هم سووهم انا ما جرينا للشيخ ولا جرينا جزاك الله انا ذاتي ما انت راض انت ربنا ده ذاته ما عندك كرامه ربنا ترفع ايدينك لله الله ها ربنا دار قال محتاج لي الدين تسالني ها أنا هنا ما محتاج إلا زول ولا محتاج إلا ذاك ولا الشيخ ذاك ولا نعم محتاج إلا ربنا خلقنا ذاك. يا سلام الله أول حاجة أنا هنا والله إن هنا يعني بيت الله نقعد نصلي ونقعد فوق الشقاق وفوق الدواء والله ما دايرين الله يجزيك ما دايرين عظم أجرك يا عمنا نحن كلام والله كلام البرد الناس وبيسمي الناس محتاجين محتاجين للوي محتاجين للحاجة تنفع هسه أنا الا يوم السوق يوم الاثنين ده الجامع ده بيملي برا وجوا بيملي برا وجوا ناس البلد دي ما شغلهم الدنيا الناس اللي بيجوا من هنا والله بيقول يا شيخ ان هنا جامنا الاستماع جامنا الواعظين عشان نستفيد ونقبل اللي حلنا واحدين جايبوا الا الصلاه الله عشان نستفيد ها لكن انا هنا الحمش والجمجر الناس قاعدين معانا هنا ويانا هنا يقعدوا خلقوا لنا مشاكل نحن والله مشاكل ما دايرينها الله يجزيك خير يا عمنا ويانا هسه شوف هذا هسه كل زول انت كل زول جاب قريته عشان امس انا في الأبي امل فيه يوم انت امل فيه نحن والله يعني زول
معانا هنا بحفظ كرامته يجي يصلي ويمرق بيته. ما بحفظ كرامته بيجيب لنا وبلزلنا زي انت الازول قانص للارنب ومني الارنب شفته وطلقت الكلب. نحن والله كلكم ده كلام واضح. الجماعه معانا هنا ده زول داري يحترم رقبته يحترم رقبته بيه. والله اني نشيله في راسه ما بيحترم رقبته. جيب لنا ده وامشي سوي لهم كده سوي لهم كده سوي لهم كده. شوف والله ده هو كلام واضح. انا عابس ما هدرت لكن اللي بيحترم رقبته يحترم والما بيحترم بكان جيبي يرجع لي بسلامته بكرامته بسلامته بكرامته. والله الايال ده بقوي زول بقتل زول في الجامعه لكن احفظوا كرامتكم. اي زول يحفظ كرامته وما بحفظ كرامته والله ما يتقدم قدامنا يصلي بينا ما يصلي بينا. تب زول بيشوش والله ما يصلي بينا. جزاك الله خير. السلام عليكم. جزاك الله خير. والله يا عمنا بسيط وطيبه يا اخوانا كلامه مهم جدا كلام مهم جدا لأن المساجد يا اخواننا بنيت للعباده وللعلم وزي ما الاغراض اللي هو ذكرها جزاه الله خير وربنا يحفظه ان شاء الله ويبارك له في جهده ويعظم له اجره. المسجد ده زي ما ذكر هو قائم عليه الدعوه الى الكتاب والسنه وقائم عليه انه الناس تصلي وتجتمع في بيت العباده. فالناس يا اخواننا ما يخلقوا فيه شغاب ولا يخلقوا فيه مشاكل انما الانسان يعلم الناس بالكتاب والسنه وما عنده من الادله. الكتاب والسنه يعلم الناس الناس تستفيد والناس تتعظ. ومن اهم النقاط اللي ذكرها عمنا جزاه الله خير انه هو قال احنا ما محتاجين لزول احنا بندعو الله. الله قال لنا ادعوني ها الله قال ادعوني نحن المحتاجين له. صحيح كل مسلم بل كل احد محتاج لربنا. ربنا قال قال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكلمه عمنا دي جزاه الله خير دي خلاصه محاضرتي انا بل هي اقيم من كلمتي انا كلها. لانه الانسان اللي بيوجه العباد لله وما يتوجه لاحد غير الله دي خلاصه الاسلام وخلاصه الدين. فجزاك الله خير يا عمنا ونحن ان شاء الله نعاهدك واخواننا حتى المعانا هنا اللي احنا قابلناهم اللي ما قابلناهم وكلهم وصيتنا لكل المسلمين الحضور في المجلس ده انه يا اخواننا المسجد يكون بيت العباده وللعلم والعلم يكون علم من الكتاب والسنه ما شغاب ولا خلاف ولا اساءات ولا لا. فجزاك الله خير ربنا يكرمك يا عمنا. نعم تفضل. عايزين شرح واقع عن ما هو الغيب وعن اقسام الغيب الثلاثه غيب مطلق وغيب مقيد وغيب نسبي. نعم جزاك الله خير. سؤال مهم. الغيب يا اخواننا بعض العلماء قسموا لغيب مطلق وغيب نسبي كويس وغيب مقيد. المقيد يا هو النسبي ذاته يعني هو قسمين مطلق ونسبي. طيب المطلق ده الغيب اللي ما بيعلم احد ابدا لا جن لا انس ولا احد ما يعلم. هذا غيب مطلق. مثلا متى تقوم الساعه؟ في ذول بيعلمها؟ جاء رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعه؟ متى الساعه؟ قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل. علمي علمك يعني سواء. النبي صلى الله عليه وسلم والرجل اللي بيسال واحد. اها اذا ده عند العلماء يسمى الغيب المطلق. متى تقوم الساعة؟ اللي بيحصل بكرة شنو؟ متى ينزل المطر؟ ده كل ما في حد بيعلمه. طيب الغيب النسبي ده شنو؟ الغيب النسبي هو غيب بالنسبة لشخص وليس غيب بالنسبة للشخص الآخر. مثال بسيط الآن أنت جيبك فيه شنو؟ فيه قروش، فيه مفتاح، فيه مسواك، فيه شنو؟ انت بتعرفه لكن انا ما بعرفه. صح؟ ده غيب نسبي، يعني بالنسبه لك انت ما غيب لكن بالنسبه لي انا غيب. بيتكم عندك كم ولد؟ انا الان غدا اعرف مثلا عمنا ده، لكن عنده كم ولد؟ وبيته وينه؟ ما بعرفه. فده بالنسبه له ما غيب لكن بالنسبه لي انا غيب. عشان كده العلماء سموه غيب نسبي، لكن اعرفه معلومه. الغيب النسبي والغيب المطلق
كله. انت لو قلت مثلا انا بعلم اللي بيحصل في الدنيا دي كلها شنو، ده كده برضه يكون خلل في العقيده وده شرك بالله. لو قلت بعرف اي حاجه بيتعمل انا شنو انا بعرفه، والبقره الراحه انا بعرفها، واي شيء الذهب سرقوه انا بعرفه، ده شغل بتاع الشياطين. لكن العلماء فرقوا بيناتهم ليه؟ التفريق بيناتهم لانه الغيب النسبي ممكن الشيطان يعرفه. انتبهوا، الغيب النسبي الشيطان ممكن يعرفه. في بقره سرقوها كويس؟ الشيطان ممكن يعرف البقره دي سرقها منه وقاعده وين؟ عشان كده الدجالين اللي بيتعاملوا مع الشياطين لما انت تمشي تساله من الغيب المطلق ما بيعرفه. حتى الدجال بين شيطانه ذاته ما بيعرفه. لكن الغيب النسبي بيعرفه بالتعاون مع الشياطين. لكن هل يا اخواننا بيجوز امشي اساله؟ ما بيجوز. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. يعني اول ما تمشي تسال واحد تقول له يا اخي الذهب الراح نلقاه وين؟ يقول لك بس اصبر لي تعال لي بكره وجيب البياض معاك، اعرف انه ده دجال. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم من الايام معه السيده عائشه والصحابه في غزوه من الغزوات. السيده عائشه كانت عندها عقد، عقد من خرزات كده ده من اليمن، العقد بتاعها ده انقطع ووقع منها كويس، وبعد ذاك بقت تفتش عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم معاه بيفتش، والصحابه رضي الله عنهم بيفتشوا يومين. والقصه دي بتلقاها في سبب نزول ايه التيمم سوره المائده، ارجع تفسير ابن كثير تفاسير كلها كويس. تخيل معي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيفتش، السيد عائشه بتفتش، ها الصحابه بفتشوا كويس، ما لقوا العقد لحد ما المويه اللي عندهم كملت وما لاقي مويه يتوضوا بها، عشان كده نزلت ايه التيمم كويس. بعد ذاك السيده عائشه قالت: فلما اقمنا البعير، البعير اللي كانت راكبه عليه لما قومناه انا اخذ البعير، يعني البعير رقد، واللي هو ترى البعير رقد فوق العقد، رقد فوق له كويس. لما قاوموا البعير البعير خلاص دار يمشي وقنعوا لقوا العقد قاعد تحت البعير. لاحظوا معايا اللي بيفتشوا ديل سادات الاولياء، يعني ديل فوق ليهم في الامه دي ما في اولياء ثاني فوق لي ديل، دي السادات الاولياء ذاته بيفتشوا لعقد تحت البعير وما لقوه. عشان كده لو جانا زول الليله وقال لنا انا بجيب الرائحه نقول له انت واحد من اثنين، يا اما انت افضل من النبي صلى الله عليه وسلم والسيده عائشه والصحابه جد، ويا اما انت دجال، واحد من اثنين. لو قال انا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده يا مجنون يا كافر، ها؟ ولو قال انا ما افضل منه نقول له اذا انت دجال، لانه ما ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد تحت البعير ما يلقاه، والسيدة عائشة أم المؤمنين ما تلقاه وتيجي تلقيتها، لأنه ده شغل بتاع سحر ودجل. عشان كده يا أخونا جزاك الله خير، العلم الغيب المطلق والنسبي العلماء قسموه لهذا المفهوم، عشان أنت ذاتك ما تمشي تتعامل لك مع دجال وده بيجيب الرائحة وده بيعلم كده وده بيعمل كده. نحن ما سمعنا بسادات الأولياء كان بيعملوا كده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ما سمعنا كان في واحد فاتح له محل يقول لك يا أخي أي زول عنده حاجة رائحة يجينا هنا، ما في زول كان بيعمل كده. نعم هيا تفضل. نعم ايوه الزول قال لو انت شاك فيه صلي بوراه. الشك ده مكالمه عامه، ممكن تكون شاكي في انه زول مثلا بيدخن يشرب سجاير وصعود وحاجات زي دي ولا ما بدخن، شاكي فيه مثلا انه زول بيسرق ما بيسرق، شاكي فيه انه كذاب وما كذاب، دي كلها العلماء قالوا معاصي ذنوب، الصلاة وراه صحيحة. يعني حتى لو مش شاكي لو عارف عديل زول بيسرق ولا بكضي ولا كده الصلاة صحيحة، لكن ده ما هو الإمام الأفضل، الإمام الأفضل زول التقي. طيب لكن لو أنت مثلا زول شاكي فيه إنه هل عقيدته صحيحة ولا عقيدته خربة، العقيدة لاحظ مش في المعاصي والذنوب، في العقيدة ذاتها إنه زول مؤمن ولا ما مؤمن، إذا شاكي تصلي، لأنه الشك ما بيبنى عليه حكم يا إخواننا في الشريعة الإسلامية القاعدة،
إن أنت بتبني على اليقين ما بتبني على شنو؟ على الشك. تبني على اليقين. إذا شاك ساي أول حاجة العلماء قالوا ما بجوز تسأل عن عقيدته. يعني ما تقول له يا فلان أنت عقيدتك كيف؟ بتدعو الله براه ولا بتدعو غير الله؟ ما تسأل سؤال زي ده. مسلم صلي وراه، لقيت هذا مسلم بيصلي صلي، ما تسأل. حتى لو شكيت تصلي، لكن بعد ذاك لو تبين ليك، تبين إنه زول عقيدته خربانة، عديل زول بيعبد غير الله، زول بيعمل أي شيء من الشركيات، أو زول سب الله، زول بيسب الدين مثلا، إذا أكد لك سمعته بسب الدين ده تاني ما بتصلي وراه، إلا تعلم إنه زول تاب. لكن شاك ساي الأصل يا أخواننا ما تبني على الشك، تصلي وراء أي مسلم تلقيته بصلي، تصلي وراه. نعم. أيوة. أما أنا بسأل قال هل الولي بيحيي الميت يحيي الموتى؟ الولي لا يحيي الموتى أبدا، لقوله تعالى ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا الدليل من سورة الفرقان، ما في حد بيملك لنفسه حياة ولا موت. ربنا سبحانه وتعالى يقول وذلك بأن الله هو الولي وأنه يحيي الموتى، الآية 9 من سورة أو الآية 8 من سورة الشورى، وأنه يحيي الموتى أي الذي يحيي الموتى هو الله تبارك وتعالى. فلو ذول ادعى قال أنا بحيي الموتى نقول له دي عقيدة خربة، ما بيجوز أصلاً ذول يعتقد إنه فلان يحيي الموتى. ربنا سبحانه وتعالى قال سورة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فالبيحيي الموتى ربنا سبحانه وتعالى، لكن في آثار يا أخواننا إنه زول يدعو الله ودي جاءت كمعجزات، معجزات إنه يدعو الله سبحانه وتعالى وربنا يحيي له الميت، هذه معجزة زي المعجزة بتاعت بني إسرائيل دي لما ربنا قال لهم اذبحوا بقرة قالوا ما لونها بين لنا لحد ما في النهاية ربنا سبحانه وتعالى بين لهم وقال لهم اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ربنا جاب كمعجزة من معجزات الأنبياء، وجاب أيضا كمعجزة من المعجزات لعيسى عليه السلام ومصدقا لما بين يديه من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات إلى أن قال وأحيي الموتى بإذن الله. لكن لاحظوا ما قال أحيي الموتى أنا، لا قال بإذن الله، يعني البحي الله مش البحي أنا، أحيي الموتى بإذن الله. لاحظوا لكن في شيء مهم هنا، ده آية من آيات الله على نبوة عيسى عليه السلام، دي آية على نبوته. لكن ما يجي يزول يقول لك وأنا بحي الموتى وأنا، وفي النهاية حتى اللي بيدعوا الكلام ده ذاته الكذب ظاهر فيهم، ظاهر، لأنه الليلة تقول لهم أنا بحي الموتى، الشيخ يقول كده أنا بحي الموتى. طيب نسأله سؤال، هو الشيخ اللي قال بحي الموتى ذاته وينه هسه؟ يقول لك والله عليه رحمة الله مات. طيب ما يقوم؟ ما في سؤال بسيط، إذا هو بحي الموتى كده خلي الموتى التانيين لك، اللي يقوم هو ذاته، خليه يقوم يجي يقابلنا هسه. يقول لك شيخ فلان المدفون في كذا وراجل كذا والمدفون في كذا، يا أخي مدفون دي ما بتنفع، أنت ما دام مدفون ذاتك ما ممكن تقول لي أنا بحي الموتى أنت مدفون، يعني اللي عاجبك في القبر ده شنو ذاته؟ أمرك تعال. ده مما يدل لك على إنه العقيدة دي ما بتركب للإنسان في ذهنه. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة ياسين ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، لا يرجعون. لكن ذول يقول لك لا يرجع، وبيجي بعد شوية وبيمرق من الغبر، قال يمرق من الغبر يقضي حوائج الناس ويرجع تاني، هو في ذول محتاج أكثر منه؟ وما في ذول محتاج أكثر منه، لو بيمرق خليه يقضي حاجته لرقبته. نعم. أي فضل طيب في
في ناس طبعا دارين يجوزوا كل الحاجات الباطلة دي، تقول له مثلا يحيي الموتى، يقول لك نعم يحيي الموتى بإذن الله، أها، ويقول لك يبرئ الأكمه والأبرص كده بإذن الله، والشيخنا ده برضو يعمل كده بإذن الله، ويعلم الغيب بإذن الله. أيوة بإذن الله دي ما مازال مفتوحة ساي، شان أي زول يجي يقول لك بإذن الله، لا بإذن الله دي إلا تثبت لنا إنه الله أذليك، يجي إثبات إنه ربنا أذليك والشيء ده وقع بإذن الله. لأنه لو فتحتها بقت فاتحة، أنا ممكن أسي دي أجي أدخل يدي في جيبك، ها أقول لك وأنا أشيل الموبايل بإذن الله، أنت حتقول لي لا ما بإذن الله، أسرق حقك بإذن الله، أديك كف بإذن الله، ما مسألة ساي بإذن الله دي، ما مسألة ساي كده بس، لا بإذن الله. عيسى بن مريم عليه السلام لما قال وأحيي الموتى بإذن الله، الكلام ده ثبت بالنص في القرآن إنه أحيى الموتى بإذن الله، لكن ما تبقى الشغلانة كده وربنا ده أزله وشان تكون آية. آخر الآيات قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ربنا أزله ويعمل الخوارج دي ليه؟ ما أزله بقية الناس، ليه ما أزله أي واحد من قومه؟ أزله براو ليه؟ مثلا موسى عليه السلام العصاية بتاعته دي كده فجت البحر جسمين بإذن الله، ليه ربنا سبحانه وتعالى أزل لموسى براو؟ المعاودرك ما كانوا برضه اي واحد يجيب له عصايه يقول لهم باذن الله، ليه اذن لبرو؟ دي ايه من الله تدل على انه نبي كويس، وذاك ايه من الله عيسى عليه السلام ايه من الله تدل على انه نبي من الانبياء، عشان كده ربنا اذن له. لكن ما بتبقى المساله شنو؟ ساي كده اي واحد يقول لك وانا باذن الله، طيب انا برضه هسه احيي الموتى باذن الله، ليه بس بقى شيخك بالذات؟ ما ادعاه ونحن بالمناسبة أسد الشغالين نكتبوا في الكتب ونحيي الموتى وشيخ يطير وشيخ يحمل، نحن يوم من الأيام ما شفنا لنا ميت في بلدنا دي يحيوه، انتوا لقاكم في ميت مات تاني جراجع ولا واحد ما لقانا، بس كذب ساي، بس ما لنا كذب، وهذا يحيي الموتى بإذن الله وهذا يبرئ كده بإذن الله ولا أي حاجة. واحد منهم حصحاصة جاته يقول لك نحن بنشفي والأمراض كلها، والناس يركبوا من وين يجوا يعالجوا؟ زول جاته حصوة في بطنه مستشفى وين ما عالجوا، مستشفى وين ما عالجوا، وقاعدين ده في فلان ويا فلان تلحقني ويا فلان، وفي النهاية كان السبب مات. ما في زول يا أخواننا يجي يدعي إنه أنا بعمل وأنا بعمل، وده كذب في النهاية، كذب في النهاية. نعم تفضل. اي نعم. لكن في آية بتقول أجلا مسمى عندهم. أيوة. أجلا مسمى إذا قضى الله أجلا وأجلا ما تسمى عندهم. هل أنت وضح لنا أجلا المسمى عنده ثاني شو غير أجلا؟ طيب الآية سورة الأنعام وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل وأجل مسمى عنده. طيب الأجل المسمى عند الله سبحانه وتعالى والأجل المذكور ما في خلاف بيناتهم الاثنين، لأنه كل أجل مقضي فهو مسمى عند الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك حديث عبادة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال فجرى القلم بما هو كائن، القلم ده كتب كل شيء من أعمال العباد، من يخلق فلان يولد فلان إلى قيام الساعة، فكل شيء مكتوب ومسمى عند الله سبحانه وتعالى. لكن أنا ممكن أضيف لك في السؤال توجيه مهم اللي هو شنو؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. يلا كيف أنا يزاد لي ينسى له في أثره؟ يعني يزاد له في عمره. طيب كيف أنا يزاد لي في عمري؟ ها؟ لما أنا أصل رحمي. الإمام النووي قال بواحد من أمرين، الأمر الأول قال يزاد له حقيقة، والزيادة دي طيب ده ما بيتعارض مع الكلام اللي قلنا قبل إنه أي شيء مكتوب؟ لا لا، الزيادة ذاتها مكتوبة، فهمتوا؟
انه فلان ده من الاول كتب له انه يعيش كذا، وبعدين الزول ده بيصير رحمه وكتب له برضه يزاد له كذا. ده كله مكتوب زمان في العلم السابق. ده قالوا اللي هو شنو؟ توجيه اول. توجيه الثاني قالوا يزاد له ما زيادة زمن، يعني زول بيعيش 50 سنة 50 سنة بس، ما في زيادة زمن، لكن في زيادة بركة، زيادة في البركة. بتلقى في زول 50 سنة ما عمل أي حاجة، قاعد بس، وتلقى ذاته مرات صلاة ما بصلي، فهمت؟ ده تم 50 سنة. وفي واحد تاني 50 سنة عمر الدنيا والآخرة، ترك علم وترك دعوة وترك أخلاق وترك شغل آخرة، وترك ورثة وقروش وأراضي وزراعة وبهائم دنيا. تلقى ده 50 وده 50، لكن ده 50 سنة ما استفاد منها زي الثاني. فعشان كده قالوا يزاد له، والزيادة دي بتكون شنو؟ زيادة بركة ونماء. ده تفسير للإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم تفضل. نعم جزاك الله خير. بيسأل من الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، اللي هم الصالحين المذكورين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين. الصالحين المذكورين في آية النساء دي هم اللي ربنا فسرهم في آية يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن ربنا فسرهم لنا، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. شوف يا أخونا الصفتين دل، بارك الله فيك وجزاك الله خير، إذا توجد في أي مسلم فهو صالح، وما يشترط يكون محدد باسمه، ما شرط، لأنه الإيمان والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا في القلب. طيب هل انت ممكن تفتش قلب زول تشوفه فيه التقوى ولا ما فيه؟ حتى لو فتحوا لك هسه التقوى بتقيسها كيف ذاته انت؟ شوف لونه كيف جوا، انت ما بتعرف. قال: التقوى ها هنا. عشان كده من الاشياء المهمه انه التقي المتقي ده انت ما بتقدر تعرفه بالاسم في الناس اللي قاعدين ديل، يعني هسه في الدنيا يعني، او بعباره ادقه اي زول ما ورد فيه نص من القران والسنه. ما في ناس جاب النص بالاسم عديل، الصحابة كلهم من أولهم لآخرهم، أي واحد منهم تقول صالح بملء الفم صالح، أبو هريرة، عمرو بن العاص، كويس، طلحة بن عبيد الله، العشرة المبشرين، السيدة عائشة، أمهات المؤمنين، كلهم بالنص كلهم صالحين. في ناس تانين غير الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أدعي لهم بالاسم، زي أويس القرني بالاسم صالح ده. طيب اما بقيت الامه الثانيين الما جاء فيه النص ديل، انا ما بقدر، لا انا لا انت، ابى نقدر نقول فلان داك صالح ولا ده صالح، انما نقول نحسبه، اظن احسب رجل صالح، لانه ما بقدر انا اعرف شنو في قلبه، ولا بقدر اعرف انه الله تقبل منه ولا ما تقبل. ممكن الله يكون ما تقبل منه، صح ولا ما صح يا اخواننا؟ ممكن ربنا يكون ما تقبل منه يعمل. انت النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان الرجل لا يعمل بعملي أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار. تقدر تجزم. عشان كده الغلط اللي بيقعوا فيه ناس كثير عندنا الليلة، تلقاه يقول لك فلان الرجل الصالح. أنت عرفت كيف؟ هل عندك وحي من الله؟ ما عندك. عندك آية؟ لا. حديث؟ لا. إذا كيف عرفته؟ ما بتقدر تعرف، لكن تقول أحسبه تقي، أحسبه صالح، كويس؟ يعني هسه مثلا الأئمة الأربعة، أئمة الإسلام، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، نحسبهم كلهم أولياء، نحسبهم لأنه الناس على علم وتقوى ونفعوا الأمة واستفاد منهم، الدنيا كلها استفادت منهم، كويس؟ خلاص نحسبهم أولياء، نحسبهم صالحين. لكن هل بقدر أنا أقول الإمام مالك في الجنة؟ كده في الجنة؟ ما بقدر، لأنه كده أنا بقيت ذي العشرة المبشرين، وذي ما يعلم شنو؟ ما يعلم في الجنة من في النار إلا الله سبحانه وتعالى. طيب فإذا خلاصة الكلام إنه الرجل الصالح ده زول على إيمان وعلى تقوى، أما زول بتاع الشعبذة، زول بتاع دجل،
ها وذول عراف وكاهن. يجي الجماعة يقول لك ده صالح، ده ما صالح ولا أي حاجة، ده كاهن دجال ومشعوذ، هذا مو صالح ولا أي شيء. تمام؟ فده ده خلاص الجواب يعني، جزاك الله خير. نعم. سؤالي أنا عن الطيبة والنميمة والناس اللي تختار الناس إذا كان ميتا بعد 40 سنة. نعم. طيب يا أخوانا، الغيبة والنميمة معلوم ده من المعلومات من الدين عندنا بالضرورة، وما في حد ما يعلم أن الغيبة حرام أو النميمة حرام، بل الغيبة والنميمة تعتبر من الكبائر، وبالأحرى العلماء صنفوا النميمة من كبائر الذنوب وجعلوا الغيبة بعضهم أقل منها. عموما الغيبة محرمة لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، والنميمة محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان، حديث ابن عباس مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. طيب فالأصل إنها حرام. العلماء قالوا بس راجع كتاب رياض الصالحين بتلقى في أي مسجد في أي بيت لعله من بيوت المسلمين موجود كتاب رياض الصالحين، قالوا الغيبة دي بتجوز للضرورة، ضرورات معينة وفي أحكام معينة. قالوا زي القضاء، أنت ماشي للقاضي في زول سرق مالك، زول بقرة حقتك شاله، بتمشي تفتح في بلاغ عند القاضي صح؟ تشتكي عند القاضي. طيب لما يجي القاضي يسألك يقول لك منو اللي سرق البقرة حقتك، أنت حتوريه ولا حتقول دي غيبة وتقول لها نميمة؟ لابد توريه، تقول له يا مولانا ده فلان عندك شهود؟ أيوة عنده شهود. الشهود بيجي القاضي بيسأله اوه انت شفت فلان؟ ايوه فلان بالاسم محمد ما فلان الفلاني، ايوه بالاسم فلان ده. طيب دي ما غيبه؟ اي غيبه، لكن هنا ما حرام. ليه؟ لانه دعت اليها الحاجه او الضروره. كذلك العلماء قالوا زي الزواج، زول جاي يتزوج تقدم لبنت عمك، بتمشي تسال منه تقول له يا اخوانا بتعرفوا زول له؟ يقول لك ايوه بنعرفه اوعى تزوج له، ده زول بتاع سكر وزول بتاع شنو وزول بتاع شنو، ما تزوج له. طيب دي ما غيبه؟ ايوه غيبه، لكن محرمه؟ ما محرمه، هنا ما حرام. عشان كده العلماء قالوا تجوز الغيبه في بعض المواضع، منها الامام النووي قال في الفتوى في الاستفتاء او التظلم، او قال زي ما عند علماء الحديث قال في احكام الرجال الجرح والتعديل، يعني العلماء يتكلم يقول لك العالم الفلاني عالم كده، ده يؤخذ عنه الحديث لانه صادق صدوق الى اخره، ده ما يؤخذ عنه، ده يتعلم عنده، ده ما يتعلم عنده. دي ما تعتبر من الغيبه شنو؟ المحرمه، لانه دي دعت اليها ضروره الشريعه انه يعرفوا منو يتعلم عنده منو ما يتعلم عنده الى اخره. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الاشياء دي في احاديث كثيره جدا، بتلقاه في باب ما يباح من الغيبه في كتاب رياض الصالحين. نعم. أشياء. بعض الناس يقول يعني الآن لا يوجد شرك أبدا، ما في، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، فلماذا يعني أنتم تتكلمون حول موضوع الشرك وتكررون الكلام؟ جزاك الله خير. السائل بيقول إنه في حد يقول ما في شرك الآن، الشرك إذا انتهى خلاص، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. كويس؟ أولا نقول استدلال ده غلط، لأن الحديث في صحيح البخاري وفي مسلم، وشرحوا علماء الأمة، أراجع علماء الأمة اللي شرحوا الحديث، منهم فتح الباري الإمام ابن حجر العسقلاني شرح فتح الباري صحيح البخاري، أو شرح صحيح البخاري في فتح الباري، والثاني الإمام النووي شرح مسلم. لما شرحوا الحديث ده قالوا شنو؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يعني الأمة كلها، الأمة كلها ما بتشرك، يعني ما تتوقع يوم من الأيام أمة محمد تكون كلها مشركة أبدا، ده ما بيحصل إلا بعد موت المؤمنين قريب من قيام الساعة. لما تقرب الساعة تقوم بتأتي ريح طيبة يموت فيها كل مؤمن بيموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبقى إلا شرار الناس، لقع ابن لقع
ديل أصلا شر كلهم، فعليهم تقوم الساعة. يعني الساعة ما بتقوم على المؤمنين، بيموتوا بريح طيبة بيموتوا كلهم، بعد ذاك يبقى شرار الناس تقوم عليهم الساعة. فكونه زول يجي يقول شرك ماف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخاف عليكم أن تشركوا، نقول استدلالك غلط، لأنه لا أخاف عليكم أن تشركوا معناها كل الأمة ما بتشرك. لكن في سؤال، هل ممكن بعض الأمة تقع في الشرك أو أكثر الأمة يقع في الشرك؟ الإجابة في حديث آية، نعم يقع في الشرك. الحديث وين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. يعني ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ارجعوا تاني للشرك، قالوا وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. طيب الآية شنو؟ سورة يوسف، ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالشرك في الأمة موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري قال لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس. أليات يعني عجيزات النساء ومؤخرات النساء. قال حتى تضطرب عند ذي الخلصة، ده صنم. قال تاني الناس بيرجعوا ويعبدوا ذي الخلصة صنم. بعدين ببساطة يا أخواننا الزول بيقول ما في شرك في الأمة، نقول له عرف الشرك. بس سؤال بسيط، عرف الشرك شنو؟ الشرك النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، مش كده؟ بس بسيط يعني، ده ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد في المسند. من تعلق تميمة فقد أشرك، بس نزعل السؤال ده ذاته، نقول له هل الآن في الأمة دي في ناس بيعلقوا تمايم ولا ما في؟ حتى الجوز المعلقة هو ذاته اللي بيقول الكلام ده، هو ذاته معلقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ده مو كلامي أنا ولا كلام فلان ولا فلان ولا فلان، من تعلق تميمة فقد أشرك. قال ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وقال لرويفع صحابي حديث في سنن أبي داود، قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، دي نبوة، الحياة بتطول بك انت بتعيش طويل. قال له فأخبر الناس أن من عقد لحيته، في ناس بيربطوا اللحية ربطة معينة عندهم في اعتقاد، قال أو تقلد وترا، الوتر الحبل اللي بيربطوه إما على البهيمة أو على الإنسان، ذول بيربط حبل يقول لك من العين ومن الحرز ويقول لك شنو شنو، أو قال أو تغلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، قال فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. دي حديث واضحة. فذول بيقول لك ما في شرك، قل لنا أنك إنت ما قادر تعرف الشرك ذاته شنو. الشرك من دعا غير الله أشرك، دعا غير الله أشرك. ولا أنا ما في ناس بدعوا غير الله، ولا أمشي أسمع القصائد بناديهم بناديهم حي ميتين بناديهم وقوم يا أخي يناديهم لي، تدعى غير الله شرك. عشان كده لما تقول ما في كأنك إنت ما سامع الكلام اللي قاعد يقولون الناس ذا، ولا هو سامعه لكن هو شنو بيعتبر إنه ده كله ما شرك. يعني ممكن أنا أجي في رجم غبر، تخيل معاي غبر بتاع زول الميت صالح ولا ما صالح، أقف قدام أقول يا سيد الغبر تلحقنا وتفزعنا وكده وتنجح لي ولاداتي وترزقنا، هو لو سألته من ده يقول لك ده ما شرك. طيب الشرك كيف ها؟ وطيب ناس أبو لهب وأبو جهل أشركوا كيف؟ ربنا قال وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، في البحر بنادوا الله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يقعد يقول يا اللات ويا العزة ويا منات. إذن اللي بيقول الكلام ده إما ما بعرف الشرك أو هو بيعرف الشرك لكن ده ما بيعتبره شرك، وعموما في النهاية ما عنده دليل من كتاب أو من سنة. طيب جزاك الله خير، كلمة مهمة جدا يا اخواننا دي. قال استدلوا بحديث من رأيتموه يرتاد المساجد
فاشهدوا له بالإيمان وبيستدلوا به على إنه ما في شرك تاني، مش كده؟ بيقولوا ما في شرك، استدلال بالحديث ذا. أول حاجة يا أخوانا، الحديث ذا العلماء قالوا ما صحيح، هو أصلاً ما صحيح، لأنه أنا بعد شيء بس أوريك بالفهم البسيط للنصوص إنه ده ما صحيح، لأنه ما أي زول خش المساجد معناه مؤمن. أديك مثال واحد، وده لو قلت لي مؤمن يبقى دي مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم رسلوا له غنائم ذهب من اليمن، رسلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أول ما رسلوا له الغنائم قسمها لأربع أنفار بس، أدى فلان وفلان أربع أنفار. قام رجل، الصحابي يصف فيه، ده في صحيحين البخاري ومسلم، ها؟ قال غائر العينين ناتئ الجبين، يعني بصلي لدرجة إنه شنو؟ مش صلاة كمان ساي، صلاة تقيلة لدرجة إنه جبهته ماله مزلطة من كثرة السجود. وقالوا هنا في عينه في مجرى، مجرى من الدموع، بيبكي بالليل يقرأ القرآن. أها، وده جوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مش أي مسجد كمان، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقام للنبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد، شوف قلة الأدب كمان، يا شنو محمد، ولا قال له يا رسول الله ولا يا نبي الله، لا لا، أسأل أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ده مؤمن كده أخوانا بيني وبينكم، ده مؤمن هسه؟ ما ممكن يكون مؤمن وبسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ممكن، ما ممكن يكون مؤمن وبيتهم شنو يا أخوانا؟ بيتهم عدالة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لو قلت لي أي زول دخل المسجد نشهد له بالإيمان، إذا ده هتشهد له ولا ما هتشهد له؟ وده زول النبي صلى الله عليه وسلم لما خالد بن الوليد شال السيف، وفي رواية عمر قال له دعني أضرب عنق هذا المنافق، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ده ما منافق، قال له دعه حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، خليه. فما أي زول دخل المساجد، طيب المنافقين كان بيصلوا وين يا أخوانا؟ ربنا قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كان بيصلوا وين؟ في مسجد النبي كمان، في المدينة في مسجد النبي بيصلوا. أها، ده المؤمنين. ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فما ممكن يكون كل زول دخل المسجد نحن نشهد له بالإيمان، ها؟ والزول اللي قال الكلام ده ذاته نحن بنرجع له والحجة، هو ما عنده رأي فينا، أنا عارفه عنده رأي فينا، نحن نقول له نحن قاعدين في الجامع نحن مؤمنين ولا ما مؤمنين؟ بتشهد لنا ولا بتشهد لنا؟ يقول لك لا ما بشهد لكم. طيب أنا في الجامعة هسه، عشان تعرف التناقض، ها؟ دي كلها حجج متناقضة. فليس يا أخواننا كل من دخل المسجد يشهد له بالإيمان، ها؟ إحنا ما نشهد لأي أحد، إنما نشهد من شهد له الله، نشهد لمن شهد له الله سبحانه وتعالى، أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول بعد ذلك أي زول شفناه على الخير نقول نحسبه، نحسبه مؤمن، نحسبه على خير، نحسبه كذا إلى آخره. أي نعم. زول بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبدخل المسجد وبعداد المساجد. نعم. السائل بيقول، زول بيقول لا إله إلا الله وبيدخل المسجد وبيأدي الصلاة وكده. طيب ده يا أخواننا أي زول قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى الصلوات الخمسة وما عرف عنه شيء بخالف ذلك فهو مسلم، لو حق المسلمين ولو حقوق المسلمين كلها، لكن بشرط يا أخواننا إنه ما يكون شنو؟ ما يكون خالف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الزول لو قال لا إله إلا الله وخالفه، لو قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف الكلمة دي، هل نشهد له بعد ده؟ بعد المخالفة؟ ما بنشهد له. ليه؟ دليل بسيط. مسيلم الكذاب والجماعة اللي معاهم كلهم 2000 نفر أو 100,000 100,000 من بني حنيفة. طيب هل ما بيشهدوا أن لا إله إلا الله؟ بالإجماع، إجماع المؤرخين بيشهدوا أن لا إله إلا الله، بيشهدوا أن محمد رسول الله، نعم بيشهدوا أن محمد رسول الله، لكن بيشهدوا تاني شنو؟
أن مسيلمة رسول الله، مع أنهم بيشهدوا أن لا إله إلا الله وبيشهدوا أن محمد رسول الله، لكن بيشهدوا أن مسيلمة شارك النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة. مع ده ديل الصحابة كفروهم وقتلوهم، قاتلوهم قتلوهم قتل شديد، وقتلوا مسيلمة ذاته وقاتلوهم كلهم، ذبحوهم ذبح في حديقة الموت. ليه؟ هل ما بيشهدوا أن لا إله إلا الله؟ بيشهدوا، وبيشهدوا أن محمد رسول الله، لكن خالفوها. عشان كده أنت يا أخونا جزاك الله خير، عشان تضبط الكلام تقول نحن أي مسلم يا أخواننا بيشهد الشهادة شهادتين وبيؤدي صلواته وما عرفنا عليه ما يناقض، نحن إن شاء الله نشهد له بما نعلم، نقول نشهد له بالخير ونشهد له. لكن زول جاء خالفه، قال لا إله إلا الله وبيقى بخالف في لا إله إلا الله، بيقى بخالف فيها بالشركيات اللي ذكرناها دي كلها، الدعاء والشنو ما تعرف ولابس الحجبات والتمائم، هذا خالفه، هذا خالف لا إله إلا الله. إذا خالفه بعد ذلك ينصح ويبين له ويكلمه إنه ده ما بجوز من الكتاب والسنة. نعم يا أخواني، إحنا دارينا آخر سؤال لأنه طولنا المجلس شديد، طولنا المجلس. أي نعم، اللي هي في شنو؟ ايوه المخالفات عموما يا اخواننا، انه نحن بعد ما اخلصنا لله سبحانه وتعالى في التوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم في المتابعه، بعد ذاك نقتدي به في كل امور حياتنا، في لبسنا، في شكلنا، في هيئتنا، في كلامنا، في اخلاقنا، في تعاملنا مع اسرنا، في غيره من الامور كلها نقتدي به عليه الصلاه والسلام. اي نعم، في اخر سؤال. ايوه، تكفير المسلمين يا اخواننا، لا يجوز تكفير المسلمين ابدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وفي مجموعه من الاحاديث، حديث جابر وغيره، قال من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، فان كان كذلك قال والا حارت عليه، يعني بترجع عليه. فما يجوز يا اخواننا زول يصم المسلم بانه كافر، وهذه ليست من عقيدة المسلمين، بل هذه من عقيدة الخوارج، والخوارج ديل هم الدواعش الليلة. بتسمع في الإعلام يقول لك داعش، وداعش فعلت وكفرت، وداعش قتلت، التفجير والقتل وسفك الدماء والتكفير هذا من فعل الدواعش، لا من فعل الدعاة إلى السنة، ولا من فعل السلفيين، لا لا لا، هذا تكفير المسلمين. و التكفير العام مطلق، يقول لك كده الناس في البلد الفلاني كفار، يقول لك مثلا الصوفية كفار، ده ما فعل يا اخواننا اهل السنة، انما ده فعل شنو؟ الدواعش التكفيرين، ده كلام التكفيرين، ده ما كلام اهل السنة. انما اهل السنة يا اخواننا يحكم على الناس بالعدل، الحكم بالعدل، انه انسان اذا وقع في الشرك وقامت عليه الحجة، توفرت الشروط وانتفت الموانع، ينصح ويستتاب، العلماء يتكلموا معه وينصحوه ويبينوا له، فإن تاب ورجع الحمد لله، وإن لم يتب وأصر على كفره وعلى ضلاله يكفر. دي الأحكام الشرعية. أما الشغل بتاع التهويش والزول يجي يقول لك أبدقون ديل، يقول لك أبدقون كلهم تكفيريين، كلهم دواعش، كلام ده غلط يا أخواننا، كلام ده غلط. دواعش دي الناس خوارج، دي النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بعدين الدواعش ما بيجي يتكلموا معاك ويدوك محاضرات ويعلموك الدين ويقول لك قال الله وقال الرسول، ده اللي بيكتلوا بس، ده قال لك كافر وبكتلك بعديها، لا عندهم علم، لا بعلمك، لا بيرشدك، لا ده، لأنهم أصلا ناس شنو في النهاية دارين يشوهوا صورة الإسلام ويسفكوا دماء المسلمين ويبقوا في النهاية حجة للكفار على المسلمين. عشان كده الدواعش ديل نحن لا عندنا شغلة معاهم، بل نحن بحمد الله سبحانه وتعالى قاعدين نرد عليهم في كل مكان، كل ما نمشي ولايات السودان، في العاصمة، في غيره. لو دخلت الآن خش النت واكتب أي اسم، أي واحد من أسماء أخواننا ديل، يجيك الرد على داعش. وأكبر محاضرة وقيمت في السودان بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا أقمناه عن داعش، وحذرنا الأمة منه ومن التكفير والتفجير بتاعهم، لأنه ديل شر على الأمة، شر. وأي زول بيجي بيتهمنا نحن بالتهمة دي
أعرف إنه كذاب في الأول، كذاب وما عنده حجة علينا، بل نحن اللي بينا داعش وتكلمنا عنه كده. يا أخواننا إحنا نختم على كده عشان ما نطول المجلس. أين أديك آخر فرصة؟ تفضل. طيب خلاص، أنا قبل ما أديك إن شاء الله فرصة الكلام أدي تعليق عمنا ده، إنه قال الكلام ده كله جابوا لنا المولد كويس، والاحتفال بالمولد يا أخواننا نحن بنسأل الناس اللي احتفلوا ديل يا عمنا، نقول لهم إذا كان الاحتفال ده دين، نحن عندنا الدين لابد يسبقنا له والنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ممكن الدين أعرفه أنا ويفوت على رسول الله ما يعرفه، ويفوت على الصحابة ما يعرفه، ما ممكن أصلا. فنقول لهم إذا كان احتفالكم ده من الدين، ورونا النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بتين واحتفل كيف، ها، وكان بيعمل شنو في الاحتفال، والصحابة احتفلوا كيف، واحتفلوا يوم كم، وشكل الاحتفال بتاعهم كيف. وأنا متأكد أي واحد منهم إجابته حيقول لي شنو، حيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل والصحابة ما احتفلوا. عشان كده يا أخواننا نعرف إنه ده ما من الدين، ما من الدين. معلش تقول لي يا أخ طيب أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا بنحبه، لكن هل أنا بعبر عن محبتي دي بحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل؟ لا أبدا. الإمام مالك رضي الله عنه كان بيقول ما لم يكن يومئذ دينا، الشيء ما كان دين زمن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، قال فلن يكون اليوم دينا، واستدل بالآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية دي لما نزلت ما كان في احتفال بمولد، ولا كان في نوبات، ولا كان في اجتماعات، ولا كان في رقيص، كله كان ما في. وحتى اللي بيحتفلوا ديل ما في واحد يقدر يثبت انه النبي صلى الله عليه وسلم احتفل، ما يقدر. الا يجي يقول لك بس يا مولانا ما نحن اكيد شفنا حاجه كويسه وتعبير عن المحبه وكده. لا لا لا، نقول ليش شفتها انت دي؟ دي ما اللي احنا بنشتغل بها. نحن ربنا يوم القيامه حيسالنا بقول لنا ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ انتوا ها شنو اللي عملتوه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حيجي يقول لنا اتباع فلان ولا فلان من الناس. فاذا خلاصه يا عمنا ها الاحتفال ده لا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه، اذا هو ما حيكون من السنه الحسنه، هو ها من البدعه السيئه، من البدعه السيئه، لانه اي شيء ما عملوه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يبقى شنو؟ يبقى من البدعه. نعم، اخر تعليق يا عمنا تفضل. الكلام ده ما بقوله هنا، الولايه ذاتها ما احتفلت والوالي ذاته في الحلقات المولي. انا هنا الزول اللي بيتكلم في مسمان ما المفروض يتكلم في مسمان، يمشي ليل الفقره اللي هناك في كل خيمه فيها فقره ويجادلهم هناك يدورونا المولد ده والنص كيف ما يجادلنا في مسلمين، يجادل الناس العلماء اللي هناك اللي تفرغوا بالكلام ده. جزاك الله خير. وذول يجادلوا عليه انا كده انت هذول جيب لي النص، جيب لي الكلام، جيب لي اثبت لي دايرين هناك مكان العلماء سووا واحتفلوا به هناك. انت ما هنا تقول لنا كده ودكا ودبكا، لا يمشي يقابل زول اديب يقول لك وريني النص. جزاك الله خير. بس سلام عليكم. علمنا بان انت جاي لعلك في شيخ او شيء يكون قدم كلام، لعلك في شيخ فينا ونور الناس بتجيب عشان شنو؟ جيت على عين الشيخ ده، والشيخ ده هو هسه موجود على امام اليقين. احنا جايين شنو؟ كان حتى بقت مناظره بينك وبينه الناس تكون ملتزمه، واحنا نسمع ما يقول يقول هو وما تقول عشان نرجع نحن شنو؟ ما نكون في بين اثنين نقول جزاك الله خير. أنا إن شاء الله بارك الله جميعاً. فأنا بناء على كلام أمر الشيخ وهو إمام المسجد هنا جزاه الله خير إنه نحن نقدم محاضرتنا بالأدلة من الكتاب والسنة، وما دام نتطرق لحتة شنو جدل في المسجد ولا دام ندخل موضوع زي ده، لكن طلبك
انا بالنسبه لي مقبول ان شاء الله، طلبك مقبول. وانت الشيخ اللي اتكلم ده اذا عنده حته ثانيه ممكن يعمل فيها، احنا جاهزين ان شاء الله لمناظرته ومناقشته وقاعدين الليله للموضوع ده، ما في مشكله ان شاء الله. لكن في المسجد هنا عم انا جزاه الله خير، هو رافض المساله دي وجزاه الله خير اتاح لنا الفرصه وبقيه كل الاخوه واعمامنا جزاهم الله خير اتاح لنا فرصه الكلام والقاء المحاضره، فنحن ما زلنا نبقى مصدر تشويش، انما احنا جينا لنعلم الناس من الشيء البسيط اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا له. فاذا انت بالجد والاختراع نحن قبلها منه ان شاء الله تمام، امام الناس كله، وانه الراجل اللي انت تتكلم معاه واذا جه البيت فنحن موجودين ان شاء الله بعد المغرب بعد العشاء في اي حته ثانيه، ونحن قبلانين حتى لو عملنا دي بالليل في المسجد ده احنا ما عندنا مشكله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وشكرا لكم كثيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمه الله. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.